حيثيات القضية تعود إلى تحريات باشرتها فرقة البحث والتدخل أفضت إلى تحديد هوية الشبكة الإجرامية التي تنشط في مجال ترويج المؤثرات العقلية، الاستغلال الأمثل للمعلومات أسفر عن تحديد مسلك واتجاه الجماعة الإجرامية التي كانت بصدد إدخال كمية معتبرة من المؤثرات العقلية إلى مدينة خنشلة، ليتم توقيف السيارة السياحية على متنها شخص في العقد الرابع من العمر بإخضاع المركبة للتفتيش، ضبط بداخلها 14010 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300 ميلي غرام ذات منشأ أجنبي متأتية عن طريق التهريب.